ايه تاني بيقلل الحرق غير اللي احنا قلناه؟ الامراض زي ايه؟ نقص الغده الدرقيه، الانيميا، نقص فيتامين د، الناس اللي بتاخد كورتيزون ومضادات اكتئاب. نصيحتي ليهم بقى ان هم يعني الجسم مش بيعرف يحارب جبهتين في نفس الوقت، فلازم يروح لدكتور متخصص الاول يعالج الحاله اللي هو فيها وياخد الدواء الصح بتاعه ويظبط اموره، وبعد كده بقى يبدا يظبط الدايت بتاعه ويبدا يخس. بس ما يقولش يعني لا انا هخس دلوقتي والجسم مش هيعرف يخس في الوقت اللي هو اوريدي عنده مشكله خالص. لا ما لازم الدنيا، لازم الاول نبقى كويسين وبعد كده هو بقى يبدا يخس، لان هو مش طبيعه جسمنا انه يخس اساسا. احنا بنعملها حاجه ضد الطبيعه بتاعته. لو مرض مزمن ما هو بيتعالج وبيسيطر عليه بالادويه يعني. حلو، بس لو لسه معايا ما فيش ما انا قلنا بقى اتبع الحاجات التانية اللي احنا قلناها كلها، يعني مثلا يعمل صيام متقطع، يزود استهلاكه من البروتين، يتحرك شويه، الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها اللي بتعلي الحرق، يركز في النوم بتاعه، يعمل شويه رياضه، دي كلها بتساعد.